كثيراً ما سمعنا العديد من القصص على الصينيين مفادها عشقهم لأكل القطط والكلاب، مما أجبر بعض الجزائريين بالتقاط هذا النوع من الحيوانات في الشوارع وبيعها للصينيين. ظاهرة هذه احنا كنا نسمعوا بها، دوك ولات الصحراء نشوفوها بعينينا، شناوها هذوما يخدموا بولادنا، يبعثوهم الدراري تاوعنا يبعثوهم، يعطوا لهم دراهم باش يجيبوا لهم القطوطة هذوما، والقطوطة هذوما فيهم مرض. إذا كانت القطط تأكل الفئران التي تحتوي على مواد سامة علميا، فمن الجانب الصحي أكل القطط يسبب العديد من الأمراض ومن أهمها مرض السرطان. لي شيان اي لي شا سورتو لي شا ياكلوا لي رونجور، ياكلوا الفئران اتسيتيرا، وهاد الفئران يكونوا عندهم دي بارازيت دي فيروس اللي يقدروا يتسبوا في امراض، على اساس انها مام كي يكون طيب اللحم تاعهم ما يموتوش هذوك لي فيروس لي بارازيت، دونك يكونوا خطيرين. كاين دي ميتولور، يعني مواد ثقيله مثل الزئبق اللي يكونوا في اللحم تاعهم، وهذه المواد هذو سي دي برودوي كونسيريجان، يقولوا باللي يقدروا يديروا لو كونسير. القط والكلب من الحيوانات الأليفة التي تعتبر صديقة الإنسان الوفي، في حين نجدها عند الصينيين الطبق الأول المفضل لديهم حتى ولو كان ذلك خارج وطنهم الأول. إلى موضوع آخر الآن، حيث تعتبر